شارع الحبيب بورقيبة كما لم تبصره أعين الناظرين منذ سنوات، الشعب وبصوت واحد يطالب بإسقاط البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد والإرهاب. يدعمون سعيد ليس بوصفه رئيس حزب أو صاحب مشروع سياسي، بل لأنه رئيس الدولة التونسية والضامن لاستقرارها ورمز وحدتها. أنا هنا باش نقول الغنوشي رم هبطولك الحراير، الحراير متاع تونس، وخليت فطوري، خليت فطوري، شوفوا أظافري، وهبط نداء الوطن، خاطر الوطن عيط لي، قال لي إجا اقف معايا رم كلاوني. الشارع قال كلمته، اليوم لا مجال إلى الرجوع إلى ما قبل 25، اليوم تم يعني حسم الأمر والموضوع البرلمان، اليوم لا مجال إلى الرجوع إلى الوراء، اليوم ضرورة حتمية استكمال المسار الثوري، تصحيح المسار الثوري، اليوم ضرورة حتمية تعديل الدستور ونظام الحكم، اليوم تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة من أجل تونس أخرى ممكنة بعيون شبابها. من كافة أنحاء الجمهورية التونسية توافدوا من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية. برغم الأعداد الغفيرة إلا أن الأمور جرت بسلاسة، والعلامة الكاملة كانت للقوى الأمنية بحسب متابعين. كل ما يتعلق بآراء المواطنين ما يهمش وزارة الداخلية، هي جهاز محايد، الهدف والغاية الأولى منه هو الحرص على إرساء منظومة أمنية تضمن حسن السير الطبيعي لحياة المواطنين. أنتم كصحفيين وكمرتدين لهذا المكان كنتوا لاحظتوا أنه تمركز هام للوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها. الرئيس قال كلمته والشعب أيضا، ليبقى الترقب لعمل الحكومة المقبلة ومدى قدرتها على تلبية مطالب الجماهير. بعد سويعات من مطالبة راشد الغنوشي لنوابه بضرورة العودة إلى البرلمان، الشعب التونسي يعلنها بصوت واحد، حركة التاريخ لن تعود إلى الوراء أبدا. بلال مبروك، الغد، تونس